مشاريب تساعد على حرق الدهون قبل النوم، بس يعني بالنسبة لمشروبات قبل النوم تخلصنا من الوزن. جنزبيل او حاجات زي كده. ماشي، بص بالنسبة للمشروبات بشكل عام، اللبن كوب واحد من الحليب، كوب واحد من الحليب الساخن او البارد بيساعد على نوم هادي، بيساعدنا على نوم هادي. احنا لو قدرنا ان احنا قبل ننام النوم لو قدرنا ان احنا ننام نوم مريح وعميق، هرمونات الحرق والتمثيل الغذائي بتفرز اثناء النوم، فتلقائيا الحرق بتاعنا بيبقى بالنهار بيكون كويس. فاحنا ممكن مثلا لو قدرنا ان احنا نشرب كوب من الحليب سواء الساخن او البارد بيخلينا ننام نوم كويس، برضو بيحتوي على الكالسيوم وحمض التريبتوفان اللي بيساعد على الاسترخاء وتحسين الحاله المزاجيه. فدي برضو حاجات برضو نقول عليها. تمام. قلنا برضو هناك الجريب فروت، برضو الجريب فروت هنا برضو ممكن يفيدنا في موضوع الحرق. في حاجه اسمها البابونج، البابونج ده كوبايه واحده من البابونج. ده موجود عند العطار؟ موجود عند العطار، اسمه الكامومايل، الاسم العلمي بتاعي او الطبي بتاعي، اسم الطبي بتاعي اسمه الكامومايل، والاسم عند العطار اسمه البابونج. البابونج ده لو احنا شربنا لو شربنا كوب واحد من البابونج قبل النوم بيزيد من مستويات حاجه اسمها الجلايسين بالجسم، وده حمض اميني بيساعد على تهدئه الاعصاب بصوره طبيعيه، وبيزود من درجه حراره الجسم بيزود من درجه حراره الجسم بشكل ان هو يخلي الجسم يستريح وينام بشكل اسرع برضه، بالاضافه ان هو بينظم نسبه الجلوكوز في الدم والتخلص من الوزن الزايد عندنا. المريميه برضو قلت، ما جيت اتكلم عن زياده هرمون الحليب كنت قلت المريميه برضو تفيدنا لو احنا خدناها قبل النوم، برضو تفيدنا ان احنا نحرق كويس برضو يعني كمشروب. يعني المريميه مثلا عشبه المريميه ديت بتجيبها من عند اي محل كبير او عند اي عطار ونشربه بعد ما نغليه، وفي ناس بتحليه بمعلقه عسل نحل مثلا، بيقلل شويه من التوتر والضغط النفسي، ودي طبعا من اهم اسباب زياده الوزن. تمام، ايه تاني يا دكتور؟ بالنسبه تمام لحظه ايه تاني بالنسبه لايه بالظبط؟ للحرق قبل النوم. ممكن القرفه بالعسل، مشاريب تانيه يعني، المشاريب التانيه القرفه بالعسل، القرفه بالعسل، العسل بيسرع من مستوى الحرق بالجسم والميه.